عصير قصب حلو مسكر يا غالي واغلى من الكافيار. انا عملت حاجه او ربنا رزقني فكره الحفله دوت اللي دوت يبقى بروجكت بيبقى فيه كذا نجم وبيقدم مواهب جديده كمان. بنسمع ميوزك لايف اللي احنا بنحبها، مش شرط تبقى لايف ستريمينج، يعني مش شرط تبقى لايف ويبقى فيها مطرب او مطربه بيردوا على الكومنت او بيشات في نفس الوقت. هدفي ان انا اطلع كونتنت حلو ومزيكا ترضينا ونبقى مبسوطين منها، وكمان اقدر اطلع شباب جداد من مطربين وملحنين وشارع جداد جوه البروجكت بتاع الحفل. الايفنت الحفله هيبقى طول ان شاء الله باذن الله، يعني بفكر يبقى طول الاسبوع، يبقى مثلا في الحفله دوت يبقى مثلا عندنا حفله يوم الخميس، عندنا مثلا حفله يوم ثلاث، عندنا حفله ليله العيد، عندنا حفله ثاني يوم رمضان، دايما جوه الاستوجن بتاع الحفل. انا كنت عايز اعمل حاجات على الانستجرام لايف اللي هو الحاجات العاديه يعني، فهو فكر في الفكره دي من بدري ان نعمل حفله اونلاين للناس بالفرقه وتصوير وحاجات كده، فانا انبهرت بصراحه بالفكره دي، وان شاء الله الحفله تعجب الناس ومقدم فيها اغاني عشان الناس تقعد بس في البيت ويلتزموا التعليمات، واحنا ان شاء الله نقدر نيجي لكل واحد. مغني كل اغاني الجديده، هي كلها اغاني الالبوم بتاعي القديم والجديد، محضر اغنيه جديده طبعا اسمها انا كان لازم اتعاقب، حته صغيره منها كده ان شاء الله ولسه هنزلها. انا كان لازم اتعاقب عشان راكب في قارب ماشي عكس الموج، وما اتأزمت بيا حلال فيا عشان اصلا مشيت معوج، كلام يعني كلام شعبي شويه بس كلام حلو. انا كان لازم اتعاقب عشان راكب في قارب ماشي عكس الموج،